ها ميرفات؟ ها لميس عنا، أهلا وسهلا. أهلا فيكي داود بيك بالمكتب؟ أه كنا باجتماع وهلأ خلصنا، تفضلوا فيكن تفوتوا. تمام. رح يكون أحسن إذا بحكي معه على انفراد. إيه طبعا أكيد رح ضل هون. أوكي. أها هذا أنتي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك داود بيك. يعني لا تواخذني إجيت من غير ما أخبرك، بس في موضوع مهم لازم أحكي فيه مع حضرتك. عادي بالأول، عم بسمعك. إذا بتتذكر صار في عنا مشكلة برخصة لجابيا من فترة. إيه، وحتى نقال إنه كان في ورق مزيفة بالملف اللي تقدم. إيه بتذكر. في مين بدل الورق اللي جوات الملف داود بيك؟ عن جد؟ طبعا للأسف ورق الرخصة تبدلت، بس الحمد لله نحن قدرنا نلاقي الوراق الأصلية وحلينا الموضوع كله. ايه بس مين اللي عمل هيك شيء؟ شو مصلحته؟ ما شفت لما صار هالتصرف، بس متأكدة انه يلي بدلتهم هي غرام. غرام؟ ايه غرام. اها عثمان، شو أخبارك؟ شكلك ناطرني مو هيك؟ لا غرام ما كنت ناطرك، بس منيح إني شفتك. طيب كيف بقدر ساعدك بصفتي محاميتك؟ بأنه ما تكوني محاميتي. ما فهمت. فيني أخذ كل ورق لجابيا طالما أنا هون؟ طيب إيه، على الأغلب لأنه لميس تركت ما هيك؟ إيه هو هيك. تمام لكان، يلا رح أحضرهم فورا. شكرا غرام. بقلب الملف رح تلاقي كل الأوراق، تفضل. ما في شي ناقص من الوراق ما هيك؟ ايه ما في شي ناقص ابدا. ممتاز. لميس انتي هون عنا؟ شو اخبارك؟ ايه هون. فينا نمشي عثمان؟ طيب بشوفك غرام. بشوفك. بالزور مسكت حالي وما حكيت لي شي كلمة، بس صدقني رح تتحاسب على اللي عملته. ما تخافي لمحت لها. بلاقيك أخذت الملف. إيه لأنه بدي وكل محامية جديدة. عثمان أنت حبيب رائع وموكل أروع عن جد. عن جد أنا هيك؟ إيه وأنت كمان محامية شاطرة وما في منك. إيه طمنيني شو صار؟ اللي رح يتأكد من الموضوع ورح يخبرني. ها على أساس كتير رح تفرق معه. ما بتتصور قديش فرحتني. فرحتك طفولية لميس، بحب هالصفة فيكي. يعني برأيي قد ما السعادة سهلة هي بتكون صعبة. يعني مثلا لو كنت لوحدي هون هلأ ما كنت رح كون مبسوطة. معناها شو؟ قلي شو؟ أنا سبب سعادتك مزبوط؟ وأنا كمان بكون كتير مبسوط لما بتكوني موجودة معي. أنت بتحبني عثمان؟ أنا عشقانك ومن أول ما شفتك. هاد داود بيك.
أهلين داود بك. لميس، كان معك حق، في تسجيل كاميرا بيدي لغرام وهي عم تبدل الملف. لا ما عم صدق. لا بقصد متأكدة إنه هي، بس مع هيك تفاجأت من جرأتها الزايدة. لهلا ما عم بفهم شلون عملت هاي العملة الوسخة. بس أنا تصرفت معها، غرام ما عاد تشتغل معنا أبدا. داود بيك فيك تتأكد إني رح ساوي كل اللازم. لميس، لكي بدي أطلب منك طلب صغير. لو سمحتي ما تقدمي شكوى بحق غرام، أنتي كنتي محامية بهذا المكتب اللي هون لسنين، وهي الشكوى رح تأثر على سمعة الشركة. مزبوط كلامك، بس بالنهاية هالقرار بيرجع لأصحاب لاجابيا. شكراً كتير لميس. بالمناسبة أنا كتير ظلمتك، وشي أسود قدامك. ولا يهمك. ليكي لميس، هالباب مفتوح إليك على طول، رح تكوني محامية عنا، ولو إنه من زمان كتير كان لازم أعرض عليكي هذا العرض. فكري باللي قلته. شكراً داود بيك، بوعدك فكر. خليني أحذر، ما بده يانا نشتكي على غرام مو؟ هو قلع غرامة من الشركة، بس ما بده الشركة تبعه تنضر بسبب هيك موضوع. ساوي اللي بتلاقيه مناسب. بالمناسبة هو طلب مني ارجع اشتغل عنده بالشركة. بالله عن جد؟ يعني هلأ انتي قدرة، بس اذا بدك رأيي بقلك ما تتخلي عن حلمك، كان لازم يقدم لك هالعرض من زمان. معك حق، وانا رح دق لمراد. ايه عثمان، شو عملت؟ شو صار؟ حليتها تقريبا، الصبح رح يتوضح كل شيء. شو الوضع عندكم؟ الوضع عنا كالتالي. شكرا عثمان. شو عم تحكي؟ عبالك قهوة؟ منشرب قهوة. رح أقفل السيارة. يا فضلي. بونجور. بونجور، جبتلك قهوة. شو عم تعمل بهالوقت قدام البيت؟ قلت لحالي يا ولد ليش ما بتروح بتاخد لحبيبتك قهوة قبل ما تروح على الشغل. عملت منيح، وفكرة بتاخد العقل. شكرا لك، وعلى فكرة رح وصلك لوين ما بدك. بالله بصراحة بدي روح على السوبر ماركت. والسوبر ماركت بعيدة 30 متر بس. قريبة كتير. ايه قريبة، مو مشكلة. طيب وشو رح تعملي بعدين؟ رايحة تشوفي مكتب مثلا؟ ايه رح روح. حلو، منروح مع بعض؟ عن جد بدك تجي معي؟ طبعا اذا بتحبي. طبعا بحبه كتير. تمام، معناتها انا رح خبرك قبل ما اطلع. تمام، انا رح رتب اموري ومنتحاكى. تمام، انت روح معناتها. اتفقنا، رح اركب سيارتي وانت رايحة على الاغلب. ايه على السوبر ماركت. اوكي، شوفك عثمان. شوفك. ماشي. اوكي رح روح. باي 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 باي. رح تحكي لي؟ احكي لي بقى، شلون اتفقتوا انت ووائل؟ يعني نحن اتفقنا بشكل من الاشكال، انت هاتي اعطيني خدك. احكي لي، يعني ما بقى يشتغل فينا؟ خلص خلصنا من اذى؟ احكي لي. اوف خلص رح انجلط من فضولي. بس انا ما عاد بدي اجيب سيره هيك ناس وسخين، وبلا ما ننزع مرقنا بهيك ناس نور بالحكي عنهم. خلصنا، ما بدي اعكر مزاجي ابدا.
تمام، موضوع وائل خلص رح سكر عليه ورح أعطي كل طاقتي للمحل الجديد وركز على الافتتاح. أنت شو كنتي مفكرة مشان الافتتاح ليلي؟ حبيبي معقول هالسؤال؟ مو عم أحكي لك من الصبح أنت ما عم تسمعني؟ ما عم بسمعي؟ بدي أسمعك كمان مرة، ما شبعت من صوتك. كذاب وأزعل. سلام. أهلين وسهلين. تركوا لنا شوية خصوصية بس ما نكون ضايقناك. تفضل. عم بمزح. شو عملتوا مشان المكتب؟ والله استأجرت. إيه؟ يا الله شو فرحتيني. ألف مبروك يا حبيبي. شكرا يا عمري حبيبتي. ايه كيف حبيتي؟ والله حبيته كتير، وكمان لأجل الصدفة طلع قريب من هون. ايه شو فرحت لك. ألف مبروك. ايه وما تعذبنا للقينا. بصراحة مراد بتشكرك، يعني عثمان قال لي انه انت جنبي ما رح تتركني. لك انت شو مفكرتينا؟ مفكرتينا رفقة عاديين؟ هذا اخي وانتي مرت اخي، وطبعا رح نوقف جنبك على طول. مرت نحن عيلة وحدة، حطي هالشي ببالك لميس دائما. مرت اخي. ايه. يسلم ايديك عثمان، عذبتك لا تواخذني. لا ولو، انا هون لساعدك. بعرف بشو عم تفكري. مساعده جديده، محاميه تانية، وعلى محامين تانيين. هالمكان ما عاد رح يكفيكي، بعدين بصير بدك مكان اكبر، وبصير بدنا نروح ندور، وبتنتقلي على شركه كبيره. هيك عم تفكري مو؟ يعني بتمنى هيك يصير. حاليا انا لوحدي عم بشتغل، حتى يعني ما عندي غير موكل واحد هلا، واللي هو جنابك. يعني موكلتي الثانيه نفذت امبارح قبل ما اعمل اي شيء. ما تقلقي ابدا، على مشاكلنا ما بتعدي بلا شغل بنوب، وعن قريب الا ما ترد تصير شيء مشكله كبيره لا تخافي، عاملين هالحساب. نحن اجينا. اهلا وسهلا. ان شاء الله حبيبه قلبي. هاي عمري انتي. مبروك. يبارك فيكم يا قلبي. كيفك عثمان؟ شو اخبارك؟ منيح وانت؟ انا منيحه. حلوين كيفك؟ كيفك؟ لميس بياخد العقل. ايه بما انه البنات وصلوا رح اترككم لحالكم، انا رح روح احضر للمسا. تمام، بشوفكم. شوف. الله معك. باي باي. الله يقويك. لميس تعرفي شو استنتجت؟ صح، طلعت عيوننا وضاقت اخلاقنا وتكسرت قلوبنا وزعلنا. بالنهاية طلع كل شيء له سبب لحتى نوصل للبدايات الجديدة. انتي قديشك إيجابية اليوم. بس أنا كمان رح صير مثلك من اليوم ورايح، يعني بلشت حس إنه تركي للشغل فتح لي أفق جديد. يا روحي انتي كوني واثقة إنه كل شيء رح يكون من أحسنه. ريحي بالك، كل شيء رح يكون منيح. لك ما بعرف، كأنه المكتب صغير لطيف قديم، بس إله جنينة حلوة كتير تحت بتطير العقل، وهالشي بكفي ما؟ يعني مقارنة بمكتبة القديم حسيت كأنه هو تقليدي. تقليدي مزبوط غصوم، بس هلأ رجعت موضته، يعني إذا دهناه بيطلع بجنن، بيتغير شكله بصير أحلى. مقدور عليها. يعني بيزبط مو هيك؟ بيمشي الحال. معقول ما يزبط؟ طبعا. أنا اللي حبيته فيه الأجرة قليلة هون وبنص البلد، وهدول الشروط الأهم بالنسبة إلي حاليا. يا روحي أنت لا تزعلي مني. أنا كان قصدي أقول إنه شلون رح تقدري تسحبي الموكلين الكبار لهون؟ بس محلولة محلولة، منحلها منحل كل شي، نحنا منعمل كل شي بيطلع بإيدنا. إيه حبيبتي أكيد رح ننجح بكل شي، هي مضمونة، بيطلع حلو لا تخافي. بس كأنه نسيانين أنه عنا كتب كتاب كتير مهم يا آنسة غصون. عن جد؟ أكيد. كتب كتاب؟ كتب كتابي أنا؟ إيه طبعاً. كنت نسيانة. طيب أنتو شو رح تلبسوا؟ ما بتعرفوا ما هيك؟ بقيان يومين مثل الكابوس عجبكن؟ أنا ما عملت بروفة لفستاني كمان مثل العالم. لسا الورد لك، أنا ماني عارفانة كيف رح حط الورد على الطاولة. ايه تمام، رح نحل كل الأمور، بس انتي اهدي شوي وتعالي قعدي هون على الكنباية. ما تقلقي حياتي، عادي كتير. هلأ شو منساوي؟ شو منساوي؟ نعمل قائمة ومنرتب الأمور كلياتها. أول بأول، مزبوط كلامي؟ أبها تعرفوا أنه ممصدق أنه خلصت من هالبلوة؟ ايه الحق معك، تعبتي وتعذبتي كتير يا روحي، بس هلأ خلصت وتبلشي كمان بداية جديدة. هذا الشي بفضلك انتي وياها، لولاكن انا شو كنت بدي ساوي بحالي؟ ما عم صدق انه هي اول قضية الي كانت، مع انه ما وصلنا للمحكمة. بكرة بتشوفي هالقضية رح تكون فعل خير عليكي. ايه طبعا حياتي، وشي وش السعد. يعني ايه ممكن،
بس طبعا بعد هلا لازم اني استلم قضيه كبيره. لازم تكوني ايجابيه لميس، رح يكون عندك نجاحات كثيره، متاكده من هالشي. نحن ما عندنا شك ابدا، لا تقلقي، بس انا ما عندي فكره شو بدي اعمل بموضوعي بنوب. لك انت عن جد متاكده انه ما بدك تشتغلي مع مراد؟ لا غصون، عن جد ما بقدر، يعني سمعتوا شو قالت له امه؟ انا ما بتحمل بنوب انه امه تحسسني انه انا نجاحاتي كلها بسبب مراد. شو دخل هي بهي؟ انت بنت موهوبه وشغيله، تصطفي الام وتفكر اللي بدها اياه. بالحقيقه انا متفهمه اسيل، يعني لو قد ما كنتي ناجحه رح يفكروا انه نجاحك بفضله لمراد. بالحرف الواحد، وما بدي هالشي بحياتي بنوب. بس شو بدي ساوي؟ هذا الشي اللي ما بعرفه. ايه روسنا مرتاحه وصار فينا نبلش شغل بقى. ما عندي شك بهالشي، كمان هالمكان رح نوصله لسوية لقابيا وأكتر. أخي أنا وأسيل كمان حمل ونزاح عن كتافنا، وفينا نفرد لك طاقتنا كلها هلأ هون. آه طيب، وأنت سألت أسيل إذا رح تشتغل معك هون؟ بركي مو موافقة. من وين جبت هالحكي يا عثمان؟ لتكون أسيل قايلت لك أسيل خانم ما رح تشتغل هون. شو إيه؟ كيف أنت روخ راس بقى كرمال الله لا تخرب الدنيا علينا، ليش لحتى ما تشتغل معنا؟ يعني ما في من الحكي. لا لا ما في هيك شيء بابلو، أنا ماني سائلها بس عم أسألك إذا حكيت معه ولا لا. لا ما في شي لنحكي فيه، بعدين أنا محضر لمفاجأة حلوة، عم أعمل شي روعة هون. شو هي المفاجأة؟ أنت لا تقرب مثل الحية ولا يتحرك فضولك أبداً. لكن ليه سموها مفاجأة؟ ما بسمح لك تنطق بولا كلمة. حبينا نخدم بس. خلاص ريحني، خلي الكل يستنوا. شو هي؟ وصفتي الجديدة بس ما لقيت اسم إلا لهلا. يا الله عثمان من شكله مبيني إنه طيبة بس لسه ما دقتي. ليكي هلا بدي منك تغمضي عيونك. غمضيه. هلا بدي اتغالظ عليكي شوي وخليكي تحكي لي شو تخيلتي ولوين أخدتك هالطعم؟ وين حاسة حالك هلأ؟ قولي لي. يعني تقريباً كأني على جبل مغطى بالثلج، جبل عالي وفي عاصفة حوالي والثلج عم يطاير. ما بعرف، ما عم بقدر أتذكر. لأنك حكمتي عليها بسرعة. بس نحن شو منساوي؟ منعطي فرصة تانية لتدوقي. غمضي العيون وهلأ عم حس إنه في دفع عم يجي من حوالي وشايفة كوخ وكمان في شمنية شاعلة جواته. معقول يكون هاد قلبي يا ترى؟ ايه كملي. بعدين عجبتك يعني؟ ايه وعجبتني كتير كمان. ايه طيب فهمت، جبل عليه تلج ابيض وكوخ جواته شومينيه ودفى كمان. بس ما شبك ما تخجلني. تمام تمام، بالمناسبة لقيت اسم حلو. عن جد عم تحكي؟ إيه؟ شو هو؟ كليمنجارو. آه الجبل اللي بإفريقيا. مزبوط، التلج اللي بينزل بنص الصحراء. بس ما فيني نزل على المنيو. ليش؟ مو معقول شو طيبة؟ إيه طيبة كتير، بس هاي الوصفة إلي أنا وإنتي. كأنه هون شوب شوي ولا أنا هيك حاسة؟ إيه ما هي؟ شوب شوي صح. ما علينا مراد بيحلها على الأغلب. صحيح مراد ليش كان متوتر كل هالقد؟ بده يعمل مفاجأة لأسيل. مفاجأة؟ كأني زلقت، بس لا تسأليني شو هي لأنه ما خطر لي أسأله شو المفاجأة. عثمان كأنه هون شوب كتير وما عاد بينقعد، ما هي؟ ايه ايه في مشكلة بالتكييف كأنه. وليه شو هاد؟